أهلا بكم مشاهدي قناة مساواة في حلقة جديدة من مترو الصحافة، نقدم لكم من خلالها استعراض لأهم وأبرز عناوين الصحافة العربية والعالمية. بداية دعونا ننتقل مشاهدين إلى محورنا الأول، كيف تناولت وسائل الإعلام العالمية عناوينها. نبدأ من وكالة رويترز، الصليب الأحمر البدء في عمليات إجلاء طبي من الغوطة الشرقية بسوريا. قالت اللجنة الدولية للصليب الأحمر في سوريا في ساعة مبكرة إنه تم البدء في عمليات إجلاء طبي من جيب خاضع للمعارضة السورية المسلحة في الغوطة الشرقية، وتحاصر قوات موالية للرئيس السوري بشار الأسد قرابة 400,000 شخص في الغوطة. وناشدت الأمم المتحدة حكومة دمشق السماح بإجلاء نحو 500 مريض بينهم أطفال مصابون بالسرطان. عنوان آخر في رويترز، الكرملين، روسيا مستعدة للوساطة في محادثات بين كوريا الشمالية وأمريكا. وإلى دلي صباح التركية، رئيس الوزراء التركي يتوجه للرياض في مستهل الزيارة رسمية يلتقي خلالها الملك سلمان. ومن المنتظر أن يلتقي رئيس الوزراء في إطار زيارته العاهل السعودي الملك سلمان بن عبد العزيز وولي العهد وزير الدفاع محمد بن سلمان. وإلى جانب العلاقات الثنائية، ستتناول المحادثات العديد من القضايا الإقليمية والدولية. موقع روسيا اليوم، الأمم المتحدة تقيل 131 موظفا بغية التوفير. بعد قرار الولايات المتحدة تقليص ميزانية الأمم المتحدة بمبلغ 285 مليون دولار في السنة المالية المقبلة، أعلنت المنظمة العالمية أنها ألغت 131 وظيفة بهدف التوفير. تجدر الإشارة إلى أن مندوبة واشنطن الدائمة لدى الأمم المتحدة نيكي هايلي أعلنت في وقت سابق من الأسبوع الجاري أن واشنطن أكبر ممول للمنظمة قررت تقليص ميزانيتها بمبلغ 285 مليون دولار. وقالت هايلي إن الجميع يعرفون عدم الفعالية والنفقات المبالغ فيها للأمم المتحدة، مشددة على أن واشنطن لن تسمح للمنظمة بالتمتع بسخاء الشعب الأمريكي. وجاء ذلك على خلفية تبني الجمعية العامة للأمم المتحدة بأغلبية ساحقة قرارا يدين اعتراف الرئيس ترامب بمدينة القدس عاصمة لإسرائيل. وإلى CNN، قال المتحدث باسم التحالف الدولي ضد تنظيم الدولة الإسلامية في العراق والشام أو ما يعرف بداعش إن عدد عناصر التنظيم في العراق وسوريا يبلغ نحو 1000 عنصر. موقع روسيا اليوم أيضا، موشي يعلون، أنا من أجهز على أبو جهاد. اعترف وزير الجيش الإسرائيلي السابق موشي يعلون أنه تولى الإجهاز على خليل الوزير أبو جهاد أحد أكبر قيادات حركة فتح في عملية اغتيال في تونس. وروى يعلون في حوار أجراه معه التلفزيون الإسرائيلي أن القصة بدأت في مارس عام 1988، وسرد الوزير الإسرائيلي السابق أحداثا مفصلية عن ذلك الاغتيال الشهير قبل 29 عاما. مجموعة الاغتيال وصلت إلى تونس برفقة 4 سفن وغواصتين بمساندة زوارق مطاطية وطائرتين مروحيتين. نزل الإسرائيليون على شاطئ قرب ميناء قرطاج شمال تونس بعد أن وصل خليل الوزير إلى منزله. تخلصوا من حراسه في الثانية فجرا وتوجهوا إلى غرفة نومه وأطلقوا عليه 70 رصاصة، يبدو أن إحداها تعود إلى موشي يعلون. أهلا بكم مجددا مشاهدين. إذن جملة من العناوين تناولتها وسائل الإعلام العالمية تطرقت في أغلبيتها على القضايا الإقليمية والوضع الأمني الذي يحيط في الشرق الأوسط. وللحديث أكثر حول موضوعات وسائل الإعلام العالمية معنا من داخل الاستوديو الصحفي سعيد حسنين، أهلا بك ضيفا في هذه الحلقة. سعيد، إذا ما تحدثنا بحسب تتبعنا لوسائل الإعلام العالمية، يعني شاهدنا كيف تناولت وسائل الإعلام العالمية بكثرة وبتركيز كبير حول موضوع القدس تحديدا عقب قرار الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، وبعد أن يعني غيبت هذه القضية لفترة لا بأس بها تحديدا في ظل المشهد السياسي يعني الذي والأمني الذي يحيط بالمنطقة وهو يعني مرتبك نوعا ما. بحسب اعتقادك عودة القدس، موضوع القدس إلى عناوين وسائل الإعلام العالمية، هل هو لموضوع القدس وحساسيته أم هو بسبب تصريح الرئيس الأمريكي دونالد ترامب يعني ولوضع الولايات المتحدة في العالم؟
وهنا من الجدير ذكر أن دولة غواتيمالا أيضا قررت نقل سفارتها من تل أبيب إلى القدس، ولم نشهد أي تركيز واهتمام في وسائل الإعلام العالمية. تعي أخت هبة أنه نوزع بين الأمور. أولا بالنسبة لقضية القدس، قضية القدس هي حساسة عالميا، كما هي هامة جدا للمسلمين هي هامة جدا جدا للمسيحيين أيضا. هناك مسيحيون في أوروبا وفي أمريكا الذين يعارضون قرار ترامب، والحديث عن أن القدس حتى في القرارات الدولية لم تصنف كعاصمة لإسرائيل بالمطلق، وهي منطقة متنازع عليها حسب تصنيف الأمم المتحدة. وبالتالي يعني عودة القدس إلى الواجهة هي لم تنزل عن وسائل الإعلام، ولكن خفت نوعا ما، ولكن كل ذلك بسبب ما قام به ترامب. هناك اليوم عداء لترامب الذي يرى به العالم وكأنه فريد عصره، كنت أسميه هتلر العصر. نعم. الذي يريد أن يقرر ما يشاء لبقية الدول، وبالتالي مركزية القدس ستبقى حتى في وسائل الإعلام التي لا نراها حتى نحن، سواء كان في أوروبا أو في الولايات المتحدة الأمريكية، لأن هناك جانب كبير من الأمريكان يرفضون هذه القرارات. الولايات المتحدة الأمريكية ترزخ تحت طائلة الديون المالية. علينا أن لا نغرر بما يدور بأن الولايات المتحدة تغدق على الآخرين بالدعم المالي. وبهذا يعني من الجدير ذكره أيضا في عنوان تناولته وسائل الإعلام العالمية، تحدثت أن أمريكا تنفذ تهديدها للمصوتين ضدها للأمم المتحدة. يعني هذه ذريعة كانت هنا. نعم. أنا برأيي هذه ذريعة. بالضبط. ترامب في حملته الانتخابية كان واضحا جدا بأنه سيخلص الولايات المتحدة الأمريكية من الضائقة المالية التي آلت إليها، وهو اتهم حتى الرؤساء السابقين التدخل في منطقة الشرق الأوسط بصورة زيادة عن اللزوم كما يقال، وخاصة في العراق وفي سوريا وظفوا الأموال الكثيرة. ترامب قام بجولة شرق أوسطية وهو ابتز الأموال من السعودية ونفذ ما قاله بأنه سيجعل السعودية تدفع الجزية، ودفعت الجزية. وبالتالي كل هذه المحطات هي تصب في صالح ترامب من حيث تطبيق ما ورد من تطمينات أو من وعودات خلال الحملة الانتخابية، إعادة إنعاش الاقتصاد الأمريكي. فهي يعني كانت بالنسبة لترامب هي الحجة ومبرر أن الدول التي هو يعلم أن الدول ستقف صفا واحدا أمامه. حتى هناك دول فقيرة قالت بأن ترامب لا يشتري هذه الدول بالدولارات. هنا كيف يمكن استثمار ذلك سياسيا بما أن الدول يعني جميعها ترفض القرار؟ أنا برأيي ينبغي أن يكون هناك الآن اتحاد دولي، تغيير كل المنظومة العالمية. لاحظي حتى تقليص الأموال بالنسبة ليس فقط للدول التي دعمت القرار ضد ترامب، إنما أيضا لهيئات الأمم المتحدة التي هي عضو فيها والتي هي ممول لهذه الهيئات، وهي تتواجد معظمها في الولايات المتحدة الأمريكية في نيويورك، الأمانة العامة للأمم المتحدة. إذن كيف يعقل اليوم يعلن بتقليص 295 مليون دولار سنويا؟ يعني المؤسسات الأممية في حالة انهيار نتيجة لهذه السياسة الحمقاء. نعم. ينبغي استثمار ذلك في صف عالمي جديد، في وحدة عالمية جديدة تقول لا للغطرسة الأمريكية، لا للغطرسة الإسرائيلية. اليوم في أوروبا يعلمون بأن كل الوبال الذي يضرب العالم هو بسبب إسرائيل. نعم. وبسبب سياسات إسرائيل وبسبب تذليل الولايات المتحدة لإسرائيل. يعني كفى لهذه الأمور. بالتالي ينبغي استثمار ذلك ليس فقط عالميا، أيضا فلسطينيا. هذا الأمر الذي يخصنا نحن اليوم، وما قاله الرئيس أبو مازن بأن الولايات المتحدة لا يعول عليها ولا يمكن أن تكون اليوم وسيط بالمطلق لعملية أي عملية تسوية كانت. نعم. وأنا برأيي ليس فقط بين الفلسطينيين والإسرائيليين، الولايات المتحدة لا يمكن أن تكون وسيط بين أي دولة ودولة. وهنا ورد في العناوين على قضية وساطة بين كوريا الشمالية والولايات المتحدة الأمريكية. هذه الأمور لا يمكن أن تعود إلى حال طبيعتها، لأن الولايات المتحدة الأمريكية تلعب دور الولد الأزعر في العالم. نعم. ليس فقط في الشرق الأوسط، لتأديب العالم. وهذا التهديد بالنسبة للدول التي دعمت القرار المنافي أو المناهض لقرار ترامب، ما هو إلا تلويح. يعني كيف احنا بنحكي بالفلسطيني الابضاي اللي بيجي بتمرجل. نعم. على الناس، وهيك الولايات المتحده الامريكيه بتتمرجل على الدول الضعيفه. طيب بالعوده الى العناوين استاذ سعيد، هنا صحيفه ميدل ايست اي تحدثت في مقال لها: غواتيمالا واسرائيل تتوافقان بممارسه التطهير العرقي. وهنا تطرق العنوان الى ممارسه غواتيمالا للشعب المايا الاصلي من السكان الاصليين، و واحد يعني
أظهر التقارب بين إسرائيل وممارسة التطهير العرقي للسكان الفلسطينيين الأصليين. يعني هذا العنوان ماذا يريد بالضبط ومن المستهدف به؟ قبل ما اتحدث على العنوان، وين بتيجي هاي غواتيمالا؟ يعني انت حكيت على ضجه، لا يمكن ان تثار ضجه. يعني غواتيمالا دوله مارست ضد سكانها الاصليين عمليه تطهير عرقي وعمليه قتل، والعالم صمت ولم نجد من يحرك ساكنا ازاء هذه الامور. الان ننظر الى ما تقوم به اسرائيل، سواء كان في الضفه الغربيه او في قطاع غزه او حتى معنا هنا. من يعارض سياسات اسرائيل يتعرض لهجمه بالدبابات وبالطائرات وبالقنابل وبعمليات الاغتيال يعني القتل بكل انواعه. وغواتيمالا هكذا مارست ضد ضد شعب المايا لتطهير وتطفيش هؤلاء السكان الاصليين. اذا يعني هناك تطابق في الايديولوجيه بين اسرائيل وبين غواتيمالا. هل بحسب اعتقادك التطابق الايديولوجي بين غواتيمالا واسرائيل هو ادى بالتالي الى اعتراف مثلا بالقدس؟ غواتيمالا تريد ان تنقل سفارتها، هي تريد ان يعني ان تحرك لنفسها او تعود الى العناوين. ولكن هذا الأمر لم يلتفت إليه أي من العالم. غواتيمالا دولة مأزومة أرادت أن تتعربش كما نقول على قضية ترامب وقضية القدس لتكسب بُد الولايات المتحدة الأمريكية، تغدق عليها ببعض الأموال وتبدأ الموالاة لدولة إسرائيل إيديولوجيا أولا، وبالتالي لتقول أنها تقف إلى جانبها. تعرفي حتى لو نقل كل العالم سفراته إلى القدس ستبقى القدس عربية فلسطينية عاصمة أبدية لفلسطين. لن يحرك أي شيء ولن يغير أي شيء مثل هذه الأمور. أنا دائما بسميها هذه الزعرانات لا يمكن أن تركع الشعب الفلسطيني. ولا يمكن أن تغير في واقع القدس شيئا مهما بنوا من مستوطنات ومهما زنروا القدس في أسوار الفصل العنصري. ستبقى القدس عربية عاصمة لفلسطين عاصمة أبدية. أكيد هذا بالنسبة لوسائل الإعلام العالمية، لكن دعنا معك ومع المشاهدين ننتقل لوسائل الإعلام العربية كيف تناولت عناوينها. موقع العربية: وزير خارجية البحرين ليضرب النظام الإيراني رأسه بالحائط. قال وزير الخارجية البحريني الشيخ خالد بن أحمد الخليفة الثلاثاء في تغريدة نشرها على موقع تويتر إن إيران وأتباعها يعرفون من يقف في وجه مشروعهم التوسع البغيض، مشددا على أن إيران الدولة شيء مستدام، أما إيران النظام فهو أمر طارئ مؤقت، مضيفا إن لم يعجبها كلامنا فلتشرب من البحر. موقع العربية: اتفاق روسي أمريكي على مفاوضات عاجلة حول كوريا الشمالية. الدستور الأردني: روسيا تؤسس لقاعدتين دائمتين في سوريا. نبقى في الدستور الأردني: الأمير الحسن يدعو لإقامة جامعة في القدس مماثلة للأزهر. وطالب سمو الأمير الحسن خلال مداخلة له في برنامج صوت الحياة بإقامة جامعة في القدس المحتلة تكون على نسق الأزهر وتكون نقطة إشاعة للعلم والمعرفة في أوقاف المدينة المقدسة. صحيفة الأهرام: السودان يمنح تركيا حق إدارة جزيرة سواكن بالبحر الأحمر. خبراء: انتقاص من سيادة الخرطوم. صحيفة رأي اليوم: إسرائيل تريد تعويضات بعد رفض منح لاعبيها تأشيرات للمشاركة في بطولة شطرنج في السعودية، والمملكة رفضت منح تأشيرات للاعبين من قطر وإيران. أعلن الاتحاد الإسرائيلي للشطرنج الثلاثاء أنه يسعى للحصول على تعويضات من منظمي بطولة للشطرنج تجري في السعودية بعد أن رفضت المملكة منح اللاعبين الإسرائيليين تأشيرات دخول إليها. وتنص لوائح الاتحاد العالمية للشطرنج وهو منظم البطولة على وجوب عدم رفض مشاركة أي لاعب في البطولة. عنوان آخر في صحيفة رأي اليوم: قيادي حوثي، التحالف العربي ينشر أنباء مزيفة لتغطية جرائمه بحق المدنيين في اليمن، وعلى المنظمات الدولية أن تأتي وترى بنفسها من المستهدفين. القوات الحكومية تعلن مقتل 6 حوثيين بينهم قيادي رفيع في كمين في مدينة التعزية. يعني أستاذ سعيد، رأينا كيف يعني تناولت وسائل الإعلام العربية عناوينها والتي هي عادت مثلا
في موضوعاتها إلى النزاعات القطرية في الدول العربية والنزاع على نعم. لكن بالعودة إلى موضوعنا وبشأن القدس، صحيفة الشروق تناولت في مقال لها ما هي الخطوة العربية التالية بشأن قرار ترامب. هل نستطيع أن نقول أن هل ما أخذ بالقوة يسترد بالأمم المتحدة مثلا؟ وهناك يعني والله أنا عندي قناعة يا أختي، ما أخذ بالقوة لا يسترد بغير القوة. هذه مقولة الزعيم الراحل القائد الرمز جمال عبد الناصر، لا يمكن أن تمحى من ذاكرة أي منا. وبالتالي يعني الأمم المتحدة لن تنصفنا، لأن الأمم المتحدة هي التي أدت بالتالي إلى الاعتراف بإسرائيل على حسابنا كفلسطينيين. ولا يمكن أن أعول على الأمم المتحدة رغم التوجه الإيجابي والتغيير الذي يطرأ في الفترة الأخيرة، وأنت ترين كيف يحدث في العالم، خاصة الولايات المتحدة الأمريكية التي تريد أن تحرك الخيوط كما تريد هي لصالحها وصالح إسرائيل. معظم وسائل الإعلام العربية للأسف الشديد غابت عنها القدس، يعني باستثناء صحيفة الدستور الأردنية ومقاله الأمير الحسن. نعم. الذي اليوم لا دور له. والأمير الحسن يعني هذا الاقتراح لإقامة جامعة على غرار الأزهر الشريف في إقامة الجامعة في القدس على غرار الأزهر الشريف في القاهرة، هذا أمر جدا عظيم جدا رائع. وأنا أعتقد بأنه يعني وسائل الإعلام العربية اليوم تنشغل تعود لتحرك الجماهير والشعوب، صراعات فئوية، صراعات عربية إسلامية، وأنا أقول عربية إسلامية يعني زي البحرين. يعني نعم. في البحرين يتحدث عن إيران وكأن البحرين هي حامل حمى في منطقة الخليج، وكأن إيران تفتح كل الأبواب من أجل احتلال الخليج، وأنا لا أرى ذلك. وهنا يعني بالعودة مثلا في موضوعات إيران في وسائل الإعلام العربية نشهد مثلا توافق بالمواقف الرسمية العربية ومواقف الرسمية الإسرائيلية. نعم. يعني نتنياهو صباح مساء يحرض على إيران، في صالح من؟ تحريض البحرين والسعودية وإلى ما ذلك ضد إيران. يعني اليوم نحن ننظر إلى ما يدور في منطقة الشرق الأوسط وخاصة في العالم العربي، المزيد من التفكك، مزيد من الشرذمة، مزيد من الاقتتال، مزيد من يعني ما يحدث في اليمن. نعم. التغطية على ما تقوم به السعودية ضد الشعب اليمني والمجازر التي ترتكب هناك. إذن وسائل الإعلام العربية للأسف الشديد يعني تصب في صالح الأنظمة التي تدير هذه وسائل الإعلام، وبالتالي هذا الأمر لا يعود بالخير على القضية الفلسطينية ويغطي على القضية الفلسطينية وعلى قضية القدس التي أهم من كل هذه الصراعات. يعني عندما تتحدث السعودية عن صراع مع إيران وتتحدث البحرين مع صراع مع إيران، وبحرين تحاول أن تطبق مع الكيان الصهيوني، وبالتالي كل هذه الأمور تصب في صالح ما يريده نتنياهو. نتنياهو يريد عالم عربي مشرذم ضعيف يصب في خانة إسرائيل ما تريده إسرائيل، والتحريض ضد إيران والقضاء على إيران وإنهاء دور المقاومة في لبنان وفي سوريا، وبالتالي إضعاف المقاومة في فلسطين، وعدم المطالبة بإقامة دولة فلسطينية مستقلة، وعدم الحديث حتى عن القدس الشريف. وكل هذه الأمور. طيب لماذا بحسب اعتقادك لا نشهد مثلا من قبل ردود الفعل الرسمية العربية في وسائل الإعلام العربية تهديدات كما للولايات المتحدة كما نشهدها لإيران؟ أنا يعني أستغرب من وسائل الإعلام العربية، ويبدو أن هناك سياسة كم الأفواه هي تلعب دورا هاما جدا، تؤدي بالتالي لكل من يريد أن يعني أن يتحدث وأن يطرق هذه الأبواب كما ينبغي، حتى بوازع ضميري وبوازع وطني ووازع ديني، لا يجرؤ على فعل ذلك. وكل هذه الأمور تعود بالتالي للحكام العرب الذين أطالبهم بإعطاء حيز على الأقل لوسائل الإعلام لتتحدث كما تشاء، تتحدث عن الأمور كما ترى، وتعبر عن ذاتها وعن مشاعر الشعوب. مشاعر الشعوب تختلف كليا عن مشاعر الحكام العرب، وتختلف كليا عما يريده الحكام العرب وما تريده الولايات المتحدة الأمريكية. هناك نقمة في الشارع العربي في الوطن العربي. نعم. ضد الولايات المتحدة الأمريكية وضد إسرائيل، ولكن لا تترجم على أرض الواقع باستثناء الصحف اللبنانية. الصحف اللبنانية هي التي تأخذ هذه الحيز، تأخذ هذه. نعم. الحرية، وتكشف عورات العالم العربي من كل جوانبها، وتتحدث عن ما ستؤول إليه المنطقة في حال واصل الحكام العرب كم الأفواه ومنع الناس من الخروج إلى الشوارع. في دول عربية كثيرة ينادون بجمعات غضب للخروج. نعم. إلى الشوارع. وسائل الإعلام لا تجرؤ على التطرق لمثل هذه الأمور لغاية في نفس يعقوب. نعم، هذا بالنسبة لوسائل الإعلام العربية. لكن فلسطينيا كيف تناولت وسائل الإعلام الفلسطينية عناوينها؟ وكالة وفا الفلسطينية: خطة بالبرلمان العربي ضد ترشيح إسرائيل لشغل مقعد غير دائم في مجلس الأمن. أيضا في وفا:
هاتف رئيس دولة فلسطين الرئيس محمود عباس باسم التميمي والد الأسيرة الطفلة عهد التميمي، واطمأن سيادته على صحة معنويات الأسيرة عهد، مشيدا بها وبعائلتها المتواجدة دائما في المسيرات السلمية في بلدتهم النبي صالح ضد الاستيطان والاحتلال. وأكد باسم التميمي أن كريمته الأسيرة عهد قوية مؤمنة وصلبة وستستمر في تحدي الاحتلال. صحيفة الأيام: الإدارة الأمريكية اشترت فندقا في القدس لنقل سفارتها إليها. وقالت القناة السابعة العبرية أن الفندق المشار إليه هو فندق دبلومات ويقع جنوب شرقي القدس المحتلة وتعمل فيه دائرة الهجرة والاستيعاب الإسرائيلية. عنوان آخر في الأيام: الفلبين لن ننقل سفارتنا في إسرائيل القدس. قال وزير الخارجية الفلبيني إن بلاده لن تنقل سفارتها في إسرائيل من تل أبيب إلى القدس، نافيا تقارير عن أن الفلبين من بين 10 دول تخطط لنقل سفارتها. وأخيرا في وكالة معا اليوم: المحكمة، ليبرمان يدعو لإعدام الأسير عمر العبد. تبدأ في محكمة عوفر العسكرية غرب رام الله محاكمة الأسير عمر العبد منفذ عملية مستوطنة حلميش التي قتل فيها 3 من المستوطنين غرب رام الله. ودعا وزير الجيش الإسرائيلي فيكتور ليبرمان في تغريدة نشرها على حسابه في تويتر قضاة المحكمة العسكرية إلى التحلي بالشجاعة وإصدار حكم الإعدام على الأسير عمر العبد. وأضاف ليبرمان إن الدم اليهودي لن يذهب هدرا وأنه لا مكان للمخربين حتى في السجن. واعتقلت قوات الاحتلال أقارب منفذ العملية ووجهت لهم تهمة العلم المسبق بنية ابنهم تنفيذ العملية، وحكمت على 2 من أشقائه وعمه بالسجن الفعلي لمدة 8 أشهر، وعلى والده بالسجن الفعلي لمدة 2 شهر، وعلى والدته بالسجن الفعلي لمدة 1 شهر ودفع غرامة مالية. يعني أستاذ سعيد، في العنوان الأخير الذي تبعناه معك ومع المشاهدين في موضوع الإعدام للأسير عمر العبد، نعم، يعني لطالما سمعنا من القيادة الإسرائيلية تصريحات تدعي أن إسرائيل هي دولة ديمقراطية، واليوم نشهد في وسائل الإعلام الفلسطينية مثلا منادى ودعوة للإعدام للأسير عمر العبد، وهنا في محكمة عوفر العسكرية الإسرائيلية. يعني كيف تفسر هذا المشهد؟ أنا أستغرب كيف العالم ساكت أنه وجود واحد زي ليبرمان في حكومة. نعم، هذا ليبرمان إنسان متطرف، وزير حرب إسرائيلي بنادي يعني يلعب على واطي ويدغدغ عواطف القضاء إنه إذا كنتوا زلام، يعني كيف إحنا بنحكي إذا بتكونوا زلام بتعملوا 1 2 3. طب ما هاي الدول أنتوا بتحكوا على الإعدام، طب الإعدام الميداني التي تمارسه إسرائيل يوميا ضد الفلسطينيين، نعم، مين بده يحاسبه عليه؟ من قبل الجيش الإسرائيلي، من قبل الجيش الإسرائيلي، جيش الاحتلال في كل يعني مكان. ومن الجدير ذكره أن هنالك تصريح كامل للجنود الإسرائيليين عندما يشعرون بالخطر، يعني أن يطلقون الرصاص. طبعا ما أخذوا رخصة أنه أنت لما بتشعر بالخطر اليوم إذا أنا برفع إيدي معناها صرت أشكل خطر ومطلخ. نعم، يعني هاي دولة الديمقراطية، أي ديمقراطية بتحدثوا عن إسرائيل بعيدة بعد السماء عن الأرض عن الديمقراطية، عندما تنادي وتناقش في الكنيسة قضية قانون الإعدام، وليبرمان اليوم يتحدث عن الأسير عمر العبد بالإعدام، والدم اليهودي لن يذهب هدرا. طيب شو مع دماء العرب؟ شو مع دماء الفلسطينيين؟ ليش راحت هدر؟ طيب، فبالتالي أنا أعتقد بالنسبة لهذا العنوان، وإحنا بدأنا من العنوان الأخير، أنا مبسوط إنه الإعلام الفلسطيني ركز على قضية القدس، وأن كان على الفندق اللي شرط الولايات المتحدة في القدس الشرقية أو عهد التميمي، راح نتحدث عنها. العهد التميمي هذه الفتاة البطلة، ولكن أنا أتحدث اليوم شوفي المنحة اللي بتنحى إلو إسرائيل من تطرف إلى تطرف، وهناك منافسة في التطرف ومهر هذا التطرف الدم الفلسطيني. هاي دعاية بروفاغندا انتخابية إعلامية لليبرمان، وهناك تسابق بين ليبرمان وبين المتدينين وبين نتنياهو في حكومة اليمين من هو أكثر تطرفا لنيل الصوت اليهودي لمواصلة مثل هذه الحكومة البقاء على الكرسي والحكم في الدولة العبرية وتنفيذ الإعدامات الميدانية اليومية ضد الفلسطينيين. وكلنا ما بننسى شو عمل حزن قبل يومين ضد أمهات الأسرى. نعم، فأنا أعتقد أنه كل هذه الخزعبلات التي تقوم بها إسرائيل هي تكشف عوراتها من يوم إلى يوم بأنها هذا الزيف بأنها دولة ديمقراطية هذا كذب وافتراء، وهي ليست ديمقراطية بالمطلق. نعم، بأنما دولة أبرتهايد ودولة قتل،
كل من يقول لا، وخاصة الشعب الفلسطيني الذي تريد له أن يبقى تحت حراب الاحتلال إلى يوم الدين. طيب، وفي عنوان آخر تناولته وسائل الإعلام الفلسطينية، تحدثت أن مشروع قانون إسرائيلي يحظر التفاوض على القدس، ومن المفترض أن تصوت الكنيسة اليوم على مشروع القانون هذا. يعني ما هو مصير عملية التسوية بعد هكذا مثلا قانون يعني يصدر؟ هبة، لما بتحكي لعملية التسوية بصير أضحك. فيش عملية تسوية ولا يحزنون، لا توجد عملية تسوية، لأنه لا يوجد في الجانب الإسرائيلي في الدولة العبرية من يريد سلاما. هم يريدون للشعب الفلسطيني أن يستسلم، وحتى لو صوتوا على كل قوانين العالم بأن إخراج القدس خارج التفاوض لا يمكن. يعني هل يصلح جسد بلا رأس؟ رأس فلسطين القدس، درة التاج القدس، لا يمكن التنازل عن ذرة تراب من القدس. نعم. ولا عن أي شيء من القدس. ولكن أنا أقول بالنسبة لما يدور في هذه المنطقة، هو الصراع ليس صراع ديني، صراع وجودي، صراع على الأرض. إسرائيل تريد أن تحوله صراع ديني، وأنا أكرر مرة أخرى، لا توجد عملية تسوية، وحتى لو أخرجوا القدس خارج المفاوضات لا يجديه نفعا. وكان الأجدى بالقيادة الفلسطينية أن تكون المفاوضات عندما كانت القدس أولا وليس أريحة وغزة أولا. يعني أسئلة كثيرة بخصوص هذا الموضوع، نتمنى أن تستطيع الصحافة الفلسطينية أن تجيب عليها بمقالاتها وتقاريرها. فقط كلمتين. نعم. هبة، عهد التميمي، الحرية العهد التميمي، وسائل الإعلام الفلسطينية ينبغي أن تركز على هذه الفتاة البطلة اللي يعني هي جسدت الحربجي الفلسطيني. نعم. في وجه الاحتلال وصلف الاحتلال. نعم، يعني كل الاحترام لعهد التميمي. ومعكم مشاهدينا ننتقل إلى محورنا الأخير، كيف تناولت وسائل الإعلام الإسرائيلية عناوينها. في موقع واينت، ليس فقط المتاجر العادية، بل إن قانون السبت سيسري أيضا على متجر محطات الوقود. عنوان آخر في واينت، تقرير: العرب في إسرائيل يعيشون أقل، وانقلاب الصفوف المدرسية للوزير بينيت غير مكتمل. مركز أبحاث أعلن عن معطيات في مجال الصحة، التربية والحالة الاجتماعية في البلاد. أسباب الفوارق في معدل العمر بين العرب واليهود هو الوفيات الرضع والإنفاق الخاص على التأمين الصحي، والفشل في تضييق الفجوات في التعليم بين الأغنياء والفقراء، وإشكاليات العمل. عنوان ثالث في واينت، ماراثون قانون منع تقديم توصيات الشرطة مستمر. أعضاء الكنيسة أمروا بعدم الابتعاد عن مبنى الكنيسة، وذلك من أجل النقاشات والتصويت. عنوان مركزي في صحيفة هارتس، أكثر من 500 ملف تحقيق فتحوا فيما يتعلق بإطلاق نار في أم الفحم خلال العام 2015، ولم تقدم سوى 6 لوائح اتهام. في العام 2017 قدمت لائحة اتهام واحدة من أصل 184 ملفا فتحوا. في المجتمع العربي يتهمون الشرطة، المجرمون يشعرون أن لديهم يدا حرة للتحرك وممارسة الجرائم. أيضا فيها آرتس، من أجل تضييع الوقت على التصويت على قانون التوصيات، أعضاء كنيسنا المعارضة ضحكوا، غنوا، ذهبوا للصلاة في محاولة لإعاقة التصويت. موقع والله، تقرير المجلس لسلامة الطفل، 66% من الأطفال العرب في إسرائيل فقراء. تقريبا ثلث الأطفال في إسرائيل يعيشون تحت خط الفقر. في المجتمع المتدين اليهودي، نسبة الأطفال الذين يعيشون تحت خط الفقر نحو 40%. راديو جاليت ساهل، عضو الكنيسة هيرتسوغ، أعضاء الائتلاف يأتون إلينا في المساء ويعبرون عن رأيهم الحقيقي الرافض لقانون التوصيات. يعني أستاذ سعيد، وسائل الإعلام الإسرائيلية تطرقت كثيرا أو انشغلت كثيرا بمسائل محلية، إضافة إلى القضايا العربية داخل الخط الأخضر. لكن بالعودة إلى عناوين الدبلوماسية مثلا العالمية، وهنا اليابان تدعو الرئيس عباس نتنياهو ومبعوث ترامب إلى لقاء في طوكيو. هنا يعني جدير بالاهتمام دعوة الأمريكان من قبل اليابان. هل أصبح العالم يعني ينظر إلى أمريكا على أنها هي جزء، أو مش جزء مثلا، هو جزء من الصراع؟ نعم، جزء من الصراع. نعم، في الشرق الأوسط. طبيعي جدا، اليوم العالم بات ينظر إلى الولايات المتحدة الأمريكية كأنها إسرائيل. نعم. يعني إسرائيل هي ولاية من ولايات الولايات المتحدة الأمريكية، ولا يجوز الفصل بين هذا وذاك.
والدعوة للرئيس عباس للمشاركة أو في لقاء مع نتنياهو، يعني الرئيس عباس هو ند ومقابله أمريكا وإسرائيل. نعم. لا يمكن فصل ذلك بالمطلق وهذا واضح، ولكن وسائل الإعلام الإسرائيلية ركزت على خيبات إسرائيل وخيبات قادة إسرائيل، واليوم هذه الدولة هذا الكيان إما رشاوة وإما عمليات اغتصاب، ووسائل الإعلام ينبغي أن تركز بصورة أوضح وبصورة أوسع، ولكن هناك وسائل إعلام كما أشرت هي مجندة ومتجندة تحاول إخفاء الشمس بالعباءة من أجل التغطية على كل كبوات وخيبات القادة في هذه الدولة. نعم، وسائل الإعلام الإسرائيلية أيضا تحدثت أن أكثر من 40% من الإسرائيليين يؤيدون مقاطعة اقتصادية لوادي عارة، هنا في استطلاع رأي طبعا، يعني هل أصبح الشارع الإسرائيلي في مرمى التعبئة العنصرية؟ هو من زمان في مرمى التعبئة، وهن أغبياء، هذا الإشي بعود عليهم يعني بالوبال، وأنا بأيد هن لحالهم وإحنا لحالنا، خلينا نأخذ حريتنا، نأخذ استقلالنا الذاتي، لا يمكن نحن نعيش هنا، هن إجوا علينا مش إحنا إجينا عليهم، نحن نعيش هنا في هذه البلاد هي بلادنا، نعيش كفلسطينيين وهذا الأمر يقض مضجعهم، وبالتالي كل هاي المناداة من قبل ليبرمان وغيره، تسليم من الفحم لمنطقة الضفة والفصل ومقاطعة وادي عارة وقبل ذلك قاطع الناصرة وقاطع الجليل، كل هذه الدعوات تشير وتدل بشكل واضح إلى مدى عنصرية هذا الكيان ومتخذي القرار في هذا الكيان ضد كل ما هو عربي، وبالتالي هم يريدوننا نحن أن نقف إلى جانبهم. نعم. ضد أبناء شعبنا، وهذا الأمر لن يتحقق، وكل فرض العقوبات والسياسات العقوبات الاقتصادية ضد المواطنين العرب لن تجدي نفعا. لا تجدي نفعا. نعم، شكرا لك الصحفي سعيد حسنين على هذه المداخلة، والشكر موصول إليكم مشاهدينا، إلى اللقاء. We'll be right back.